النهارده الساعه 7 عندنا موعد مهم جدا هينتظر كل المصريين او بينتظروا كمان كل المصريين وكل عشاق منتخب مصر عامه، وهذه البطوله الكبيره كاس امم افريقيا مصر وموزمبيق وضربه البدايه. وان شاء الله باذن الله نشوف زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه النهارده يعني ما يرضينا قولا وموضوعا، عايزين نشوف المنتخب بيلعب بجد والنتيجه باذن الله تكون لصالحنا. كلام كتير جدا عن البطوله وغيره، بس خلينا في البدايه نرحب بالاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. صباح الهنا يا فندم. اهلا بيكم يا استاذ، اهلا وسهلا، نورنا وشرفنا بوجودك. حاجه حلوه، ربنا يخليكم. طبعا عندنا كلام وجودي معاكم طبعا. ربنا، ده شرف لينا احنا يا كابتن عصام. وطبعا عندنا اكيد حاجات كتير عايزين نقف مع حضرتك عندها متعلقه بالنسخه دي من البطوله ورؤيتك ليها ومدى اختلافها عن النسخ السابقه ومدى جاهزيه المنتخبات المشاركه في النسخه دي. هي النسخه دي طبعا كما يعني شبيهتها مش هتختلف كتير غير يعني ببساطه حفل الافتتاح كل قوم يعني واللي بيقدروا يعملوه. فعشان كده انا سعيد ان في الكوت ديفوار يعني الناس عملوا شيء رائع على مستوى افريقيا بلمسه افريقيه، لكن ما عندوش ابهار، ما عندوش يصرف على هذا المستوى، فاكتفى بالافكار واكتفى بانه يقدم نفسه للعالم الكروي يعني بهويته، وده شيء يعني مرضي جدا. ولو يعلمون يعني جمهورنا العظيم انه قارتنا دي تحتاج فعلا تنقل البطوله. البطوله يا جماعه مش ملاعب كره وبس، البطوله دول مانحه، البطوله مستشفيات اضافيه للبشر مش بس للماتشات. شفنا بلدان يعني احنا مسكنا الموبايل في مالي قبل الساده الوزراء كان لسه داخل وكذا، وبالتالي لا، حق كره القدم انها تنور القاره في اجزاء كتيره غير الكوره. فعلا حفل على بساطته جميل، واعتقد ان حتى نسب المشاهده حول العالم كانت رائعه، لانه هذه افريقيا يعني انت مش محتاج تعمل حاجات 3D و3-4 و3-7، سيبها لاهلها واتفرج معاهم في هوليود يعني هوليود الكوره يعني. لكن انت هنا بتقول هذه افريقيا، نسخه اعتقد هتبقى محترمه. هذا الزخم من زياده مش مساحه وعدد الخبراء والشركات المسوقه والصناع، لا، ده دخولهم في التفاصيل اللي وصل قبلها بشهر واللي وصل بقاله سنه عمال يتجول عشان يشوف ايه حكايه المدارس الكرويه في افريقيا، ايه المنتج اللي هنا. بطوله اعتقد ان هي هتبقى فارقه يعني، كوت ديفوار هتكون فعلا فارقه في الصناعه بقى مش بس في المنافسه. المنافسه ما شاء الله انت عندك في كلاس ايه في اوروبا لعيبه كتير جدا من هذه القاره البكر يعني، لكن في الاخر كلهم حاضرين بالظبط. على مستوى الصناعه هتفرق كتير جدا جدا، لان الصناعه دي تستطيع ان هي زي ما قلت لحضرتك وحضراتكم طبعا عارفين، بنقول لجمهوركم المحترم ان تؤثر في اقتصادات دول، وده امر مطلوب لقارتنا العظيمه دي الحقيقه يعني. طيب احنا اتكلمنا عن حفل الافتتاح، تعال نتكلم بقى كابتن عصام مع حضرتك عن المباراه الافتتاحيه، وهل كان متوقع الى حد ما برضو النتيجه؟ وفي نقطه عجباني جدا ولو حضرتك برضو تقول لنا تعليقك ورايك، التحكيم المصري اللي كان حاضر بقوه وبقوه ناجحه وبصوره رائعه بصراحه جدا، اعتقد لفتت نظر الجميع، ما كانش في اخطاء تحكيميه بنسبه كبيره جدا. امبارح الواحد يعني مش سعيد ولا حاجه، لا، لكن المفروض دي طبيعه تحكيمنا، تحكيمنا ده هو، وده مش كلام انا الطبيعه اللي كانت غايبه يعني، واللي يزعل يعني لما نقول كنا كنا، ما هو كنا دي اللي بنيجي منها للحاضر واللي بنستشرق منها للمستقبل. ما انت هو يا عم، انت وهو اهو، وهذه ليست الجوله يعني الاولى لتالق البعض او كل الطواقم يا جماعه. طب ما انت عندك النسخه، بس للامانه هو يجد حمايه، هذا الطاقم يجد حمايه، لكن هنا ممكن يتباع في ثانيه بالبلدي بلغه الكوره هنا وعرضه للانتقادات دايما بالظبط، ولا احد يدافع. لكن انت هناك وانت في كوت ديفوار الراجل بيعمل له كده، لانه لو جنجح حتى وانت في بلد المحبوب ما فيش هزار، في لجنه وفي كذا وفي اجتماع بعدها وتنال عقوبه، تنال عقوبه ما بنهزرش. امبارح شيء يساوي مصر التحكيم كويس. ولا غلطه بنسبه 99%، شيء رائع. طب ليه وشيء الشدة والصرامة موجودة برانا وجوانا الدنيا مرحرحة؟ ما أنا قلت لحضرتك عندك حماية، عشان كده هتلاقي دايما خاصة في البرامج يعني، وبرضه مش بجامل تاني لا قناة الأهلي ولا برنامج حضراتكم، البرامج اللي فيها الرسالة يعني، احنا دايما بنعيب المسؤولين ما بعد كرة القدم، تخيل يعني، مش بنعيب بخمسة شارع الجبلاية، نفسي بقى نهيب بيهم هم مرة. يا اخوانا قولوا لهم يعملوا كورة، يا اخوانا قولوا لهم يحموا الحكام، يا اخوانا قولوا لهم كذا ماذا. وبالتالي هو هناك وجد الحمايه من اللجنه
لجنه الحكام الافريقيه، والا ولا حد في دول حد سنده عشان يكون هو بطل حفل الافتتاح. صحيح. الا قدراته. امين عمر ده مختار ضمن 18 حكم وموقع عقد احتراف. انا بقول لحضرتك وعلى مسؤوليتي ومعلومات ان هذا الرجل لم تذهب به لجنه الحكام المصريه، هو تم اختياره والفيفا والكاف بيبحثوا عن 20 محترف. يعني اللجنه ما رشحتوش عندنا؟ لا طبعا هو مرشح باعتباره دولي، لكن للنظام ما زكتوش الان. الان في 20 محترف صفوا على 18 بعقود مع الفيفا بترعاه، المفروض ما يدلوش في بلد هنا او في اي بلد تانية ماتش الا قبلها عشان يبلغ اللجنه يلعب في كلاس ايه، لانه دول بيعدوهم انهم يبقوا زي حكام كل العالم ماضي عقد احتراف. عقد احتراف حقيقي زي ما بنسمع عن حكام اوروبا بالظبط. وبالتالي امين عمر في الشريحه دي ومعه طاقم اهو المختلف عليهم في بعض الاشياء. الحقيقه بص حكامنا يميزهم وسيظل يميزهم لا احد يقترب من فكره نظافه اليد. لكن قول لي بقى الارتعاش اقول لك ماشي، الارتداد عن ما فيش حمايات اقول لك ماشي، لكن الحقيقه في جزء تاني كده فخر لينا يعني. خلينا بقى نقف عند ماتش النهارده، نقطة الانطلاق ان شاء الله مع موزمبيق، واحنا كان دي مش المواجهة الأولى لينا معاهم، واجهناهم قبل كده 3 سنين في 3 مناسبات مختلفة. واجهناهم 86 هنا وكان برضه من معادلات كل مرة من التلاتة احنا اللي فزنا باللقب. ففي ناس كتير معتبر ان ده فعل حلو، حضرتك شايفه فعل حلو ولا مش واقف عند التفصيل؟ والله انا مش هقف عند الحتة دي، انا تعبت يعني ايه، لان الفال الحلو شويه يقول لك قدر الله وما شاء فعل. طبعا قدر الله وما شاء، انتوا بتكتشفوا اقوال يعني، او يقول لك خليها على الله. طبعا هنخليها على الله، لكن يا اخي انتوا ما بتستعملوش ليه عقلها توكل يعني. صحيح. انت بتختار او تاخذ بالاسباب يعني، انت بتختار ما يرضيك يعني من المقولات وتترك الاخرى يعني. لا فبالتالي انا مش هقف عند ده، وان كان موافق اذا، لان الكره فيها السنس ده ما فيش مشكله يعني، سنس التفاؤل والتشاؤم حتى مع الخواجات صراحه يعني. يعني شفنا مدربين، الراجل مايكل ايفر ده فضل هنا على مدار ناديين دربهم بقميص مشجر هو انا يعني فاكر كويس يعني. وبالتالي ماشي يا سيدي موافقين، لكن احنا رايحين بنسخه يعني اكثر خبرات يعني في كل لاعب مش في التيم ككل يعني. فعلا نسخه فيها فرايتي كتير جدا، نسخه تقدر تعدل وتبدل بلاعبين من يعني، ما بقاش معاك بدلاء، بقى معاك احتياط استراتيجي وكان معاك كاش وفيزا يعني. خلص الكاش هتروح ضارب الفيزا في المكنه اللي قاعده جنب الكوتش، هتروح جايبه لك نفس المعدلات يعني. وبالتالي لا اعتقد الراجل كمان عنده فرصه كويسه. حسنا فعل ان هو بعد ما كان ماشي يعني في سكه لا احد يعد، هو طبعا لا احد يعد، لكن كان ماشي كده مش عارف عمل كده ليه، لكن هناك عدل وبدل، وكان معاه مصطفى محمد المهاجم الرائع يعني طبعا، اللي عنده برضه ارقام رائعه تخض الناس، ولازم ده يستغل، دي شخصيه الفريق بقى طبعا. وانت نازل كده وحاسس بنفسك بعيدا عن سكه الغرور طبعا، اللعيبه بتبقى فاهمه ده، لكن عندك احساس بنفسك. هناك قرابه ال 30% الله يرحمك كابتن جوهري قال لك في 30% وانت نازل الملعب كده، ياما هنا ياما هناك يعني. وبالتالي لا استعادوا ده، وفي المؤتمر قال احنا هنا عشان الكاس، احنا هنا ومصطفى كمل النسخه الثامنه. وبالتالي بس ده تصريح متكرر كل عام يعني، كل بطوله يعني، ليه البطوله دي انا اشعر باختلاف وده حقيقي سواء على المستوى الاعلامي او جماهيري؟ عشان احنا مرينا بمنعطفين، منعطف الراجل كوبر، وده راجل كان واضح مع نفسه قال انا عارف انتم ما بتذهبوش ازاي لكاس العالم او تنافسوا في افريقيا لابعد مدى، ما عنديش فرايتي كتير، بقى يلعب اللي هي فكره صلاح والذين معه، باسل صلاح طبعا. واقرب ده وبقى يلعب دفاع بخطط يعني، مش حكايه رصه يعني الحقيقه. وكان منطقي مع نفسه كروش بحركاته البرتغاليه وبتاع، لكن زهق الناس عشان نلعب النهائي الحقيقه يعني. هو مباراه المغرب والقتال طبعا المعروف عن اللاعب والمواطن المصري الدائم، لكن ما كنتش مبسوط انا اتفرج على مصر مع السنغال ولا مصر مع الكاميرون، واتشاي الصدفه ان انا اكون في في في, في الغردقه اعتقد، ومراتي يعني من اهل الفرنكفون والولاد، فقاعدين فرنسويين زهقوا مني وانا كل شويه اقول لها ترجمي لهم، اصل احنا عندنا ناس مصابين. انت بتزهق الناس عشان تروح ضربات الجزاء. النسخه دي يمكن ده اللي بقوله لحضراتكم، النسخه دي لا، عندنا الراجل كمان لما جه لعب 4-3-3 بقى عنده في خط في لاين الهجوم اكثر من بديل. هو جرب صحيح، ما سمحولوش بمباريات تجريبيه كتيره، لان برضه هنا حواجز الخوف
مش من الراجل، هم يقول لك يا عم احنا ماشي الدوري والتأجيلات وبتاع اصل ما فيش وقت، هو خايف لا يتغلب في ماتش ودي لحسن القيامه تقوم عليه القيامه الكرويه يعني. وبالتالي كان لازم يسمح له، عشان ساعتها كان يقدر بقى يقول له ما خدتش اللعيبه اللي هي بره حاجز الدوليه، لانه ما حدش اي حارس عظيم في الدوري واي مدافع اعظم ما ينفعش يروح بطوله لاول مره، حتى لو هو عامل هنا كل الارقام القياسيه دي ليها رهبه وليها خطه طبعا لازم وليها لقطات كده زي حسين فهمي ربنا يديله الصحه هي از نيرفز تشوك ما شفنا لعيبه كده في بداياتهم، وبالتالي ده اللي كان يعمل بقى الاضافات. طب من نفس المنطلق ده بقى يعني حضرتك شفت ازاي المعسكرات اللي اتعملت والمباريات الوديه واختيار المنافس في هذه المباريات الوديه؟ هو بقى كان برافو عليه في كده، عشان كده هتلاقي القايمه كلها ما مدش ايده كتير جوه الدوري، خلاه في الناس القادمين قواتنا العظمى المحموله جوا، ومن ثم هنا بقى كلاس ايه النادي الاهلي بثمان لاعبين بعد انضمام ابننا عمر كمال عبد الواحد وكذا يعني. وبالتالي خلاص هو ما هو عنده لازم يبقى عنده فكره وراجل مدرب كويس، وبالتالي عدل هو بقى حته الشخصيه وقال لا انا جاي مع منتخب مصر، ومصطفى قال لا احنا جايين بشجاعه ونذهب الى النجمه الثامنه ارضاء لجمهورنا ولينا. وهو كمان الراجل بدا يلعب بكره هجوميه، كان نايس بس اللي انت نشنت عليه ان ده يبقى ضمن تجارب مع مدارس اعنف كرويا يعني مش في الفايت يعني في الفنيات طبعا. يعني مستويات زي ماتش الجزائر مثلا مستويات اعلى طبعا. بس ده اللي كان يريحه هو شويه، لكن كده كده التيم ده يقدر يعمل ده تمام، انما مقطوع عننا برضه في التجهيز الجزء ده، واحنا في الشغلانه وعارفين اوب ابعد ده يا عم احنا مش ناقصين بكره يحصل كذا اصل الماتش ده تقيل اصل مش عارف ايه، ما ينفعش. والراجل بيضطر يستجيب عشان عايز يكمل، هو على فكره من قليلين طبعا اي حد بيجي بيفرح انه مع منتخب مصر، انت راجل اول ما بتمضي العقد مرشح لدور الاربعه، مرشح حتى لو بنخرج من تصفيات كاس العالم ان شاء الله ده مش هيتكرر، مرشح ان انت احد الذاهبين، فاي مدرب بيفرح. لكن في ناس بتيجي بقى بتبقى مؤمن انه ممكن يعمل نقله لنفسه، الراجل ده عنده مع الانديه في اوروبا او في البرتغال وتور عربي رائع جدا، قرر يبقى في منتخبات، فهو كمان مبسوط انه في منتخب مصر. صحيح، وتحس شخصيته مختلفه شويه بالزبط. عن المديرين الفنيين السابقين، لا يلتفت كمان للانتقادات، مركز جدا، عارف هو عايز يوصل لايه. ما عدا المرات اللي بيوقعوه فيها يقول له بقول كذا يا خواجه، يعني اللي هو بدل ما قال الليسته وسكت قالوا له بس بقول ما خدتش فلان هاخد الجاي. ده بيحصل يعني بيقولوا له قول كذا. وبيروح لامم هو تاني بسرعه لانه بيلاقيها ما جاتش معاه. بس في ناس شافت على فكره بالمناسبه ده كان تحفظ عند البعض. فكره جلب مدير فني للمنتخب لازم يبقى عنده سابق خبرات واسعه مع منتخبات مش مع انديه مهما كانت اهميه وشهره الانديه دي. طبعا، لكن انت في الاخر كانت الحكايه اسمه وطلبه، يعني انا اللي خلى الواحد ساعتها يعني وتنبسي ننتظر ونشاهد ماذا سيقدم، ان هو الراجل قال انه بيبحث عن فرصه مع منتخب حتى قبل ما يفكروا فيه، وانه في كونسولات كده من يعني بعض الناس كانوا قالوا لحازم والذين معه يعني الراجل ده راجل كويس وكذا، وبيقول انه عايز وده هينعكس على اداؤه لان هو اكيد كمان عنده تحدي ان هو يفوز. فانا شايف ان ده امر مش سهل، هو عامل ده نوع من بدايه، وهو كمان سعيد ان البدايه مش مع اي حد، بدايه مع قوه عظمى يعني. طبعا باذن الله خير. نفصل بس سريعا، لسه ما خلصناش كلامنا، لسه عندنا كتير. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. نرحب بحضراتكم وكلامنا لسه مستمر طبعا مع الاستاذ عصام شلتوت. طيب استاذ عصام، عايزين كده يعني نتكلم في امور شويه يعني خلينا نقول اكثر تعقيدا او اهميه. انا دلوقتي لما اجي كمواطن ومشجع مصري وعندي امال كبيره جدا ان الجاب الكبيره 13 سنه دول هيجي المنتخب السنه دي يعني يعوضني عنهم بمعنى اصح، ده بيحط مسؤوليه كبيره جدا، بس في نفس الوقت انا عندي مفروض كوادر مع خبرات جيده، وزي ما حضرتك كنت بتقول يعني مؤسسات الدوله عامله كل حاجه طبعا. طيب انا بقى دلوقتي مطالب بحاجه تانية ولا كل الدور اللي فاضل هو على المنتخب الحقيقه بقى؟ مؤكد الاعلام الان يعني من قرابه الاسبوع قرار يعني بدون تمرير ان كلنا خلاص بقى منتهينا من بعد مؤتمر الراجل، وقلنا حكايه انه لما قال باخد اللي بيلعب بس فتقال له صبحي، طب اتقال له طب ياسر، طب اتقال له طب الشحات. هو كان عنده القدره وهذا حقه تماما، لانه اللي يتحاسب يقول لستة وشكرا. ايوه، لكن هو لما سمع كلامهم يبقى برر يا خواجه كده، راح لامم وايه واعتذر بلباقه ومشي. الكل الان قدم ما عليه، ثم هنا بقى في باور
لا يحدث الا ربما احنا والبرازيليين وبعض الامريكا اللاتين، يعني اللي هو تقولي لحد قابلك بكره يقول لك بلاش بكره خلي ليه، يقول لك انا رايح مشوار، راح فين؟ يقول لك راح الكاميرون وجاي، او راح كوت ديفوار وجاي، وفي جمهور كده في الدنيا. رحله اليوم الواحد دي مش ممكن. فانت عندك باور غير عادي، انت تكاد تسمع 120 مليون بيهتفوا لك، يعني تسمعهم عبر موجات الاثير يعني. يعني وبالتالي الكل قدم ما لديه. انا بتكلم عن حيز الاكثريه الكبيره من الاعلام والكل من الجمهور الحي. ماليش دعوه بقى بالناس بقى في خمس شارع الجبليه اجرهم ايه مع نفسهم يعني. وبالتالي ايوه انا لا مشارك ولا بيقول كلام استاذ عصام في النص ما لا قادر احمل على حد، لكن المره دي مش هسكت. في واحده من المرات والكابتن محسن صديقي الغالي في 2004 خرجنا وفجأة يعني واحدة من الوكالات الكبرى بتتكلم، فبقول خرجنا وبتاع، قلت لها يا كابتن خرجنا، طب احنا نخرج ليه؟ احنا عملنا اللي علينا، جينا نغطي، كان معايا الزميل حتى جمال الزهيري، طب انتوا خرجتوا احنا نخرج ليه؟ يعني فعلا كل حد قدم عليه، طب هم قدوا ما عليهم هنقول لهم مبروك واسعدتونا. اي شيء غير كده وهو وارد في كره القدم، بس يكون في منطق يا جماعه. ايوه منطق، ما يكونش على الاقل ما يكونش يعني انا يعني مع منتخب مصر بهذه الاسماء صحيح. وهذا صحيح. الرصيد وهذا الوطن الذي يتحرك خلفك بكل طبعا. اجنحته طبعا. وفي الاخر تيجي تقول لي اي حاجه بقى في اي حاجه مش هتبقى مقبوله الحقيقه. طيب صح. احنا عندنا في منتخبنا المشارك في النسخه دي اسماء كل اسم فيهم اتقل من الثاني، سواء اللاعبين الدوليين او المحليين اللي متطعم بيهم السكواد بتاع المنتخب. فالجزء المتعلق بكواليتي نوعيه لاعبتنا لا غبار عليها، مش هنتكلم مؤكد. بس عايزين نقف شويه بقى عند كواليتي اللعيبه اللي موجودين عند المنافسين. واستاذن حضرتك تعالى نعد وخش بقى ايه على المرحله الاقصائيه، على التقايل، لان التقايل هم اللي هنبتدي بقى نتعرض لهم وقتها. تمام. فمين اللي مخوفك اكتر؟ انا اخاف من صاحب البلد ايا ما يكون اسمه، وده منطق يعني منطق دولي يعني. ده كل الناس بقى معاها رخصه دوليه، حتى لو انت البرازيل والارجنتين او يعني القوات الاوروبيه العظمى ايضا لازم تعمل حساب صاحب البلد. ما دون ذلك يا اخي سبحان الله، هو ده اللي بقوله لحضراتكم الشخصيه. صدقني كل هؤلاء النجوم، انا بس الارشيف طبعا والزهايمر الراجل اللي خد افضل لاعب نيجيري العظيم ده، انا باكد لك انه هيقابل لعبتنا يتصور معاه. يا اخي في ادفانتج كده غريب للاعب الكره المصري شفناه في كل العصور، ومن قبل ما مو يطلع الحته دي ما شاء الله، ونتمنى المزيد. يعني انت عندك سطوه يعني، انت عندك سطوه وعندك كاريزما. انت اللي الاخ مناحي ده ولا ابو ناحي ده اللي طالع يقول لك انت بتقع وتتكعبل ومش عارف ايه. طب. انت اللي بعينينا شفنا ازاي التيشيرت يعني الحضري بيتوزع على كوت ديفوار، ازاي بتغلب يعني الكاميرون 4، ازاي ايتو بقى قدامي في الملعب بيصلي صلاته لان خرجوا الشوط الاولاني متعادلين. هناك ما هو تحميل عند اهالينا في القاره السمراء دي، هو عارف انه يقدر يطاول الاوروبي، لكن هو عارف ان انت لا. انت عندك التالنتد، انت عندك الرياده يا اخي، هو مقرر لك بده. ما ده اللي بيزعلنا من مسؤولين الكوره، ان هو مش شايف ده. ده يبنى عليه. انا مش بقول لك كلام عن فريد شاو فيلم رصيف نمره 5 يا عم، لا. انا بقول لك كلام يحمل منطق شرعي في كره القدم. ما هكذا قال القوات العظمى، انت رايح ريتشارد قلب الاسد وحملته مثلا. وبالتالي في تفوق ما روح بس معاه في قلوب اسد اخرى. انت عندك منتخبات مؤكد يعني مؤكد راجع كل الاسود، وشوفي اما بيجيب جون بيعمل ازاي، واما بيجي في جون بياخد الكوره وحاسس ان اليوم خلص، مع ان ممكن يكون الجون في اول خمس دقائق، بما فيهم سادي والذين معه، بما فيهم دروجبا، يعني هاتف كل الاجيال اي تيم. ما حدش مسك المغرب كرويا طبعا اهالينا في مباراه زي الماتش اللي عملناه. الراجل فتوح يعني تيشيرته وشورته كانوا هيروحوا بلاش مع حكيمي ومع ده ومع ده. تمام. يعني قصدي اقول لك هذا التفوق لما حد يشتغل عليه فني لا يجوز، ويجوز جدا، ما عدا فكره صاحب البلد دي اللي بتبقى فيها بعض العذر. انما ما دون ذلك لا. واعتقد ان الدنيا نورت، لكن هو بيبقى عنده بريس كبير قوي بسبب الجمهور وكذا.
وطبعا ده لا يعوض بالسهل يعني. طيب اللي احنا كمان لفت نظرنا وحضرتك برضو تقول لنا عنها، هي حاجه زي ساعه بريسلت كده اللعيبه كانوا لابسينها، دي مفروض ليها علاقه بمدرب الاحمال، ودي اول مره برضو اتحاد الكوره يشتغل عليها اعتقد، امر متوقع اعتقد حاجه يعني بيقاس حاجة عليها بتقيس زي الحاجات اللي هي طلعت برضو بس اول مره نرتديها يعني وتعمل الدوره الدمويه بالظبط. تمام كويس، انا اعتقد ده كل امور جيده لان انت لازم تتطور وتواكب التطوير الحاصل. شفتي بقى، يبقى احنا نستحق ده، لكن انا بقى مش هقول للعيبه والاعلام روحوا اعملوا ده. في واحده من المرات مو صلاح جاي فمعاه شنطه كده يعني ايه حاجه مربعه هي اقرب لحاجات المكياج دي تمام. فواحد عند المطار بيقول ايه ده بان صلاح معاه ميكرويف صغير اللي هي الحاجات الجميله بتاعتنا عشان لو معاه سندوتش عايز سخنه تلاقيه ده ميكرويف بالبطاريه. اتضح ان ده جهاز للحذاء يحتفظ بقى معرفش ببروده، يحتفظ بسخونه، يعني شيء ما مهم لهذا الذي هو سلاح اللاعب تمام. فالمؤكد ان احنا قاطعين عن نفسنا حاجات لا ما ينفعش تبقى هنا ولا هي صعبه، ده الرعاه يجيبوها والناس اللي انت بتعملي كل الديلز معاهم يمدوكي بكل ده، لكن هي الحكايه انت عاوز ولا لا؟ ايوه انت عاوز ولا لا؟ لبيت رغبه الراجل لما بيطلب، ما ساعات للامانه برضو بيطلب لكنه لا يخرج يذيع، ما هو مش هيطلع بره يقول لهم انا قلت لكم يا اعلام يا مصري انا قلت لهم وما جابوش، ما هو مش هينفع بره، مش جاي يحارب الناس يعني، هو جاي بيحاول. وبالتالي ده اللي حاصل. وهنا تقدري تقيسي هذا التفوق للنادي الاهلي لما تسمعي ان كولر وقابله فايلر وقابله مستر مانويل كل حد فايسا في ازمنه سابقه، وغوصي بقى زي ما انت عايزه التدريب ايام كوتي مثلا كانت 3 مرات في الاسبوع بقى 5 مرات، الناس في مباراه اولى ليه فكروا ان الاهلي مش هيلعب 20 دقيقه تسخين، الاول كان برازيلي كده اسمه في المكان وبتاع، ثم ياتي بقى بعد كده تطوير فتلاقي اجهزه وتلاقي 8 اجهزه وتسع اجهزه وقياس وده مفروض ومطلوب بالظبط. هنا بقى التفوق لانه بياخذ كمان بالعلم وليس بخبرات الرجل المتعظمه، هنا كمان اختيارك في الرجل الذي يعمل على نفسه، فتلاقي الراجل جايب نجاز بيقول لك وكانت ليست فقط في جبال يعني سويسرا ولا جبال الألب العظيمه، لا ده كان عندي كمان بتاعه البروف حضرتها. وبالتالي المساله يعني انك انت لازم تاخذ بهذه الاسباب لانه ببساطه شديده انت محتاج دايما تحط القالبين جنب بعض، الصنعه والشطاره مع الاخذ بالعلم بقى. ما هو ده اهم الاسباب، لكن الاسباب الثانيه بتاعت حصل خير واستنونا وقادمون ولا لا لا. طيب احنا بالمناسبه شايفين كمان من ضمن اللقطات الموجوده معانا على الشاشه اللحظه اللي قابل فيها اليو ديانج بيرسي تاو وطبعا استعدادات كوت ديفوار، وعندنا مجموعه يعني لقطات لطيفة جدا حابين برضو نعرضها لحضراتكم أثناء حوارنا مع الأستاذ كابتن عصام شلتوت. ورأيك أن النهاردة هيكون في مباراة جانبية موازية بين روي فيتوريا وبين كوندي المدير الفني لموزمبيق؟ مؤكد مؤكد، يعني كل حد فعلا عايز ينال من التاني، وشفنا في الافتتاح غينيا بيساو لا بتحاول، الكرة في أفريقيا بتتقدم تقدم مضطرد، ولسه هتشوف الكاب فيردي الرأس الأخضر يا جماعة، موريتانيا حركت كورتها بعد ما كان مفيش اهتمام لأنه بقى عندها شخصية زي أحمد ولداحية، شخصية موريتانية يعني شاب ناضج جميل بينقل بلاده وزيه كده في مناحي أخرى من الحياة مش الكرة بس. وبالتالي زيادة الاضطراد خلاص، ما بقاش فيه ديفنس اجوجو ده بتاع زمان عشان تنال من القوى العظمى اللي بتلعبك، في محاولات وخلاص هم بقاش فارق معاه، اتغلب 2-0 ايه المشكله يعني، لكنه كفايه انه يصدر 3-4-5 لاعبين يا سيدي لو ما احترفوش يعني في كلاس ايه عبر البحار والمحيطات يحترفوا داخل القاره في بلاد ربما اكثر امكانيه شويه. وشفنا لاعب من فاركو امبارح موجود مع منتخب غينيا بيساو تمام. وبالتالي هي دي شغلانه على بعضيها، بس خدت وقت استاذ عصام عشان نوصل شويه للمستوى اللي احنا لسه مش راضيين عنه 100% طبعا ولسه بعيد قوي. احنا انا بتكلم على الكره الافريقيه. أيوة خدت وقت عشان تتطور، الوقت ليها اسباب سياسيه طبعا طبعا، لان بيرجع لعوامل سياسيه برضو تدخلت. هو في سياسيه اكتر من انه هذا الوطن اللي بنعيش فيه للامانه يعني اعلى الجهات
دايما هي اللي سبورت لصناع الرياضه وكره القدم تحديدا. صحيح. ده مش بالسهل هناك طبعا. على فكره بقى لكنه بيجيبوا ناس شطار وخلاص بس بيتحاسبوا. يشتغل شويه يعمل شركه إيه شويه بس يشتغل للبلد برضه. امكانياتهم الماديه حاليا في ظل شويه الاستقرار خلينا نقول المحدود حتى بتشوفوا هل ممكن يبقى في تطوير في النسخ القادمه؟ لان خلي بال حضرتك ولو تتفق معي بمنتهى الصراحه طبعاً. التصريحات المختلفه اللي جايه من عناصر اوروبيه عالميه في كره القدم لما يجي يتكلم عن كاس امم افريقيا ويستخف حتى ان كان في تصريح مش هتكلم عن حد معين بس في استخفاف شويه بهذه البطوله يقول لك يا عم خلصوه احنا عايزين المحترفين بتوعنا ومش بتكلم عن تصريح بحده يعني في اسر ديل معلش بالبلد يعني بمعنى ايه؟ والكره تسمح هو الان مما يحدث لكنه طبعا عنده مهمات البعض اللي قال خلصونا عايز لعيبتي أيوة. يعني عنده مهمات فضائيه هي هم يخشوا النقله هنا خلي بالك طب دي نقطه مهمه تقصد ايه بالنقلة الكره العالميه دي هو انت هنا لو عندنا ارينا كوت ديفوار وارينا اثيوبيا وارينا مالي ايه يعني وبث وما بث وكذا هو يخشى من ده عشان كده واخد خيولك بتجري في الحلبات بتاعته يا جماعه الموضوع كره القدم صناعه باجه وصناعه امن قومي كرة القدم سياسة عظمى يعني هما مش عايزين نهضة في الكرة الأفريقية يا سلام يعني. بنسبة عشان كده أي خلي بالك عيسى ده خد واحدة براوليه عشان تطول إنه ممكن يذهب إلى رأس المنظومة عيسى حياته لم يكن يعني بالشيء الذي أفسد المفسدين الفسدة لا لكن أنت إزاي يعني أنت هنا مصدر أنت المناجم لكن أنت تبقى العارض لا عندنا المعارض هي ليه الصناعه دي في الفتره الاخيره خدت شكل اقرب للتجاره يعني صناعه كره القدم تحولت في اخر كام سنه وبصفه خاصه بعد اللي بيحصل في دول بعينها زي السعوديه مع تدخل راس المال تحولت يعني. الى تجاره اسرع لان هو مش قادر يعمل النموذج وبعض المسؤولين في يعني ما يسمى بقوتهم الناعمه في المملكه مش عارف ان رمزيه دولته غير اللي هو بيعمله رمزية دولته وعايز ينقل نفسه كدولة كبرى في المنطقة ثم شرق أوسطين وهذا حق أصيل هو بقى عايز يقدم نفسه إن هو اللي جاب إيه الكرة دي لا يا عم ده اسمه دوري بنجوم العالم على ملاعب سعودية ما تقوليش ده الدوري السعودي لكن هو بيقدم نفسه بالصورة دي للذين يعملوا على الخريطة السعودية الكبرى يعني اللي هو عايز يرفع علم بلاده اللي هي الدولة السعودية الحكومة السعودية تمام اللي بيشتغلوا بقى في المناحي دي يقوم فكك لك من هوليود ويقول لك ده المسرح العظيم ويقوم جايب نجوم العالم باسعار رهيبه جدا في ادارات ناجحه في البيزنس وكده لان عنده المالتي انترناشونال وعنده لكن في الاخر هذه كره قدم عالميه على ملاعب سعوديه والدليل ان ما حدش بينزل من كلاسه عشان يجي هنا بيجي يبقى واخد خط النهايه يعني طبعا وبالتالي ما انتش هتلاقي لاعب سعودي بالساهل يلعب في يعني في فرنسا فاهم قصدي ليه مش عشان هو مش عايز هو وفر له في ملاعبه اللي انت قلته ده كل المغريات فخلوا الحكايه زياده دخل وفقط غير الصانع الاوروبي بقى هناك الحقيقه صناعه لكن الصناع دول برضو لغايه لما تطلع ناس وفي شخصيات كده باذن الله في افريقيا هتظهر يعني منهم الراجل ده وانا منحاز له ولا صديقي ولا اعرفه غير بنتقابل كده يحيى ولد احمد ده تمام احمد واللي اللي هو هيحاول في ده عشان كده بيستردوه فجاه يبقى نائب رئيس الاتحاد فجاه ياخدوه في البورد بتاع الفيفا ليه لان هو عارف ان اللي بيحصل هناك ده مش فتاكه ولا حاجه في دول مانحه انا لسه قايل لحضراتكم بتخشوا بمستشفيات وملاعب من افضل الملاعب في افريقيا التي قدمتها دول عظمى الصين وغيرها وغيرها لبعض البلدان ابان بطوله افريقيا لا أمم أفريقيا بيخش وهو دولة صديقة بيعيش معاك الموضوع ويقول لك أمنحك ملعب ملعبين استاد استادين وهكذا فهو عايزك تفضل منجم فاكر الرواية العبقرية كنت كنتي طبعا كله عايز القارة دي كنت كنتي ياخد كنت وسيبك انت من اكثر اللقاءات اللي بيعز علينا ان احنا ننهيها دايما لقاء حضرتك العفو بالعكس نورتنا وشرفتنا يا كابتن عصام انا اللي ببقى سعيد والله معاكم يعني جمله اخيره بس فضل.
الناس لازم تعرف ان كل الناس عملت اللي عليها، لكن استمرار عمل اللي علينا حتى اخر صفاره المنتخب، لا احد يحاسب، كله يسجل الان بالحلوه والحلوه ولو في مره لغايه النهايه عشان ما يبقاش حد قصر خالص. اتفق مع حضرتك مليون في الميه، نورتنا، واكيد للحديث بقيه. اشكركم جدا على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله، مع السلامه.